احنا نفسنا مع الحملة دي ما يقطعوا، احنا عاوزينهم اصلا يقطعوا، لان احنا اصحاب محلات متضررين من الغلو ده، يعني كل صاحب محل هو متضرر من الغلو ده. التقاطع مش هيزعلنا احنا في حاجة، يعني هنقفل يومين مش مشكلة. الشغل السوق انت في سوق، يعني المفروض يبقى الشغل اعلى من كده. احنا شغالين بنسبة مثلا نقول 30% بسبب ارتفاع الاسعار. بلد النهارده جملة ب 43 جنيه عشان يتباعوا يلم ثمنه يتباع ب 48 جنيه، يعني ب 50 جنيه الا 2 جنيه. الابيض النهارده ب 35 وب 36 جنيه، محدش معاه فرخه 2 كيلو ب 80 جنيه ب 70 جنيه. الشغل اللي كنا بنشتغله في يوم دلوقتي ممكن نشتغله في 5 6 ايام في الاسبوع، شغل اليوم الواحد الاول. غالية على الزبون وغالية على المستهلك وغالية على صاحب المحل نفسه وغالية على اللي بياخدها، يعني الفراخ غالية بقى لها كده عدت في الشهر ونص اهي. الهياكل هي بقى الضغط عليها، ان كيلو هياكل ب 7 جنيه ونص، انت فاهمني؟ هو بيقول لك انت بناخد 2 كيلو للعيال ب 15 جنيه واعمل طبخة انا موزع عليهم، هجيب منين انا الفراخ؟ ما هو ثمن الفرخة هو مش هيجازي ثمنها. بس انا كتاجر كصاحب محل لازم انا انزل غصب عني عشان اقدر ابيع واشتري، لان غير كده ما مش هينفع ان انا اوقف اكل عيش، الحل ده مش هينفع غير ده. سالت على الفراخ قلت اجيب نص بانيه، فلقيته بيقول لي كيلو ب 75، طبعا ما كان مش هينفع، جبت نص شاورما ب 30، هعمل ايه؟ بشتري مستورد، العيال والدروس وكده، فمخلينا ان احنا بنرجع للمستورد. كل حاجه زادت، كنت هشتري فيليه دلوقتي 63 جنيه، ما رضيتش اجيب، فهحاول اجيب المستورد، واحنا المستورد مش ضامنين.